أولاً اسمحي لي أن أبارك لقطر قيادة وحكومة وشعباً على هذا التنظيم الرائع، رغم كل الظروف ورغم بعض الأصوات التي كانت تنادي بعدم نجاح قطر، قطر أثبتت أنها ناجحة وأن العرب يستحقون أكثر من ذلك. فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، إن شاء الله اليوم تونس تحقق الفوز، المنتخبات العربية إن شاء الله نبارك للجميع. أنا أعتقد عبر الشاشات يعني شفنا أنه الجمهور القطري هو رقم 12 في الملعب، هو اللاعب الأساسي في الملعب إن شاء الله. شكرا لكم. الحمد لله يا ربي فرحونا الاولاد ان شاء الله مع استراليا برشا بيل عندنا بالكدا بين الاولاد شرفونا الاولاد تحقيق الماتش اليوم فيك كل التوقعات، معناها جينا ما كناش نصوروا نشوفوا كرة كيما هكا، جرينتا كيما هكا، العباد الكل كانت بقلوبها مع المنتخب، مع كل فرصة مع كل تحرك نقوموا الناس الكل نشرنا الناس الكل، نستناو في أي حاجة إن شاء الله بقدرة ربي، مستحقين الفوز المرة هذيا، ومرة جاية إن شاء الله مع أستراليا نربحوا بقدرة ربي سير 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 إن شاء الله.